السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وعندكم راحة بال. كلنا يا رب اهم حاجة في الدنيا راحة البال. طيب انا النهاردة جايبة لكم في احلى وصفة معمونة، جايبة وصفة حلوة قوي فعالة ليه تبييض الجسم بقى، ولو كان في اماكن داكنة، وكمان للعروسة اللي هي يعني عايزة تلحق تهتم بنفسها قبل ليلة الزفاف. فهو حلو قوي 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 بجد. الوصفة دي وصفة البطاطس، دي انا مسميها وصفة البطاطس لان هي داخل فيها البطاطس. فانا هقول لكم عملناها ازاي. نخش بقى في الوصفه على طول. بصي بقى يا قمر، دي عباره عن ايه؟ دي بطاطس انا سلقتها، ما عملتش فيها حاجه، قطعتها كده وسلقتها. ههرسها اهو بالشكل ده كده، هبدا اهرس كده في البطاطس لحد لما تبقى ناعمه خالص معايا. وهي البطاطس هرستها، ومعايا كمان مع البطاطس معايا نشا، معلقة كبيرة من النشا، ومعايا كمان معلقة كبيرة من اللبن البودر، اي لبن بودرة عندك اللي يعجبك. وهنعجنها بمية الورد طبعا، يعني لا غنى عن التعريف في مية الورد للتفتيح البشرة وتنظيفها، يعني لا غنى عن التعريف. طب ليه البطاطس؟ برضو قبل ما اقول لكم عشان تبقوا برضو عارفين ايه البطاطس، ليه البطاطس في الوصفة دي؟ البطاطس غنية فيتامين سي، وفيها اللي اصلا بيفتح البشرة، وفيها كمان كربوهيدرات ونشا طبيعية. فالنشا من اقوى برضو الحاجات اللي بتفتح البشرة. يبقى انا عندي نشا اللي هي بتاعة الخضار بتاعة البطاطس، وفيتامين سي، وكمان معايا حليب بودرة، ومعايا النشا اللي هي النشا بتاعة الحلويات، النشا او المايزينا او الاستراتش، هي دي النشا بتاعتنا اللي احنا بنعمل بيها المهلبية. فهخلطها كل دي، يعني حاجات قوية جدا في التفتيح بجد، يعني وصفة فعلا هايلة هايلة هايلة، يعني من احلى الوصفات، لان انتوا عارفين انا بجيب اللي هي احلى حاجة، يعني اللي هي فعلا متجربة وحلوة، حتى القناة حتى اسمها احلى وصفة معمولة. يعني عشان منضخش بقى في وصفات كتيرة وحاجات كتيرة، فايه نخش خلينا في الحاجات اللي في الجون على طول زي ما بيقولوا. طيب ماشي، يلا نحط بقى مية الورد اهو، هنعجنها بمية الورد لحد ما تبقى زي خليط كريمي كده اهي اهو بالشكل ده كده. اما تحطيها بقى على جسمك هتلاقي افتح افتح بجد، افتح درجة كبيرة عن مكان قبل كده. ودي بتنظف كمان اي جلد ميت في الجسم، وبتديله نعومة، وبجد يعني من فيتامين قوي 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 للتفتيح. يعني خلطة حلوة حلوة، انا شخصيا جربتها يعني عشان ابقى الكلام اللي انا بقوله يبقى على مسؤوليتي، فهي حلوة حلوة بجد. انا كنت عملت فيديو قبل كده كانت مية الورد للوش دي، انا كنت ماشي يعني مية الورد والنشا واللبن البودرة كانت للوش، بس بتاعة البطاطس دي للجسم، بيعملوها زي دلكة كده للجسم حلوة. اللي هي البطاطس دي، بطاطس كمان معروفة في التجميل على فكرة، داخلة في حاجات كتيرة في التجميل البطاطس، انها فيها فيتامين سي وفيها نشا، الحاجات دي كلها بتعالج البشرة. دي كده تخينة شوية، هحط عليها ايه كمان مية ورد. يعني انتي افضلي اعجني اعجني في مية فيها لحد ما تبقى كريم كريم ناعم كده، يعني هوريها لكم برضو في الاخر ازاي. طيب هنستعملها بقى ازاي يا منى؟ دي بصي الاول هي بس اوريكي شكلها، بصي عامله ازاي زي الكريم كده. بصي يا قمر اهي زي الكريم، اتحولت زي كريم بالظبط. طيب دي انا هعملها ازاي؟ دي انا هخش اخد الشاور بتاعي عادي زي ما باخده بكل واحده بالحاجات اللي هي بتستعملها، اللي هي ايه، هغسل جسمي عادي بالشاور جل. بعد غسلت جسمي عادي خلاص اتغسل، دي هتتحط زي ماسك كده على كل الجسم. وركزي بقى، عايزاكي تركزي لي على الاماكن الداكنه في الجسم، ركزي على الاماكن الداكنه في الجسم وما تقلقيش، دي ما بتعملش حساسيه ولا بتعمل حاجه، ده اصلا البطاطس بيحطوها لما الواحد يكون جلده في عمل راشس كده احمر، نقط احمر وحساسيه بيحطوها فيه، فما تقلقيش يعني ان شاء الله. فبتتحط على الجسم كله وزي ماسك، وبتنتظر شويه بس. الاول اكون غسلها بالشاور جل، لان انا مش عايزه دي تتغسل بشاور جل، لا مش عايزاها تتغسل، يعني دي هحطها على الجسمي واستنى شويه في الحمام، استني حوالي يعني على الاقل كده، يعني على الاقل 8 دقائق، 8 يعني 8 دقائق دي اقل حاجه، تحسي بس ان الجلد ايه يعني استفاد منها، استفاد منها يعني، استني انتظري كده شويه في الحمام على الاقل 8 ل 10 دقائق دي اقل وقت، وبعدين اشطفها بقى، انزل بالدش كده بالميه كده عليها اشطفها من على جسمي، وهتلاقي جسمك افتح
حقيقي افتح. ومره على مره بقى دي بجد بجد بتعالج خالص الحاجات الداكنه في الجسم، وبتخلي شكل الجلد في الجسم شكله حلو قوي. خلاص سبتها اهو على جسمي، هشطفها بميه بس، ميه كده فتره مش سخنه، ميه فتره ماشي، ميه فتره يعني لا تكون سخنه ولا ساقعه، ميه فتره كده اشطفها، اشطف بيها جسمي، وبعدين اطلع انشف جسمي عادي. بعدين ابدا احط ايه بقى، احط الشاور سوري اللوشن بتاعي، لوشن الترطيب بتاعي. لازم ارطب برضو الجلد بتاع جسمي. شوفي اي لوشن ترطيب مرطب جسم انت بتستعمليه، وابدا ادهن ايه، ادهن بيه جسمي. بس هي حلوه وهتعجبكم اوي، هتتبسطوا منها قوي بجد. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، عشان لما اعمل كل فيديو او وصفة اعملها ما تتوهش وسط الفيديوهات وتعرفوا اه دي منى احلى وصفة مع منى نزلت النهاردة وصفة، فبتطلع لكم فبتعرفوا انا نزلت ايه النهاردة، عملت ايه في الوصفات. فان شاء الله دي هتعجبكم وتتبسطوا منها او بجد 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 يا جماعة. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو على خير، في حفظ الله، مع ألف سلامة.